صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج 90 دقيقة حلقتنا اليوم بالتأكيد الحديث سيكون عن انطلاقة جولة جديدة من دوري فيفا, دور فيفا الجولة رقم 14 يسعدنا يكون معنا داخل الاستوديو معنا ضيفين عزيزين طبعا أخونا العزيز مدير فريق القادسية سابقا الكابتن محسن غانم ونتحمد له بالسلامة أيضا عودته من رحلة سريعة قصيرة بجانبه ايضا ضيف يشرفنا لاول مره ونتشرف بهذه الزياره واحنا دائما في برنامجنا نحاول الحقيقه يعني نبرز الوجوه الشابه اللي يعني لها بصمات على على مستوى المراحل السنيه كمدربين وطنيين وايضا ان شاء الله يثري المشاهد بتحليله ونستمتع ايضا بوجوده معنا الكابتن المدرب الوطني محمد العزب صباحكم الله بالخير يا اخوان حياك الله <applause> ابو عبد الله مشكور <تصفيق> على <applause> تلبيه الدعوه <applause> الحمد لله على السلامه <applause> حياك الله يا محمد حياك <applause> الله ايضا مشكور على تلبيه الدعوه اللي يحب يتواصل معنا حسابنا في تويتر كان واضح على الشاشه كالعاده اشكر من يدعم برنامج 90 دقيقه طبعا في المقدمه الاخ العزيز محمد العنجري ودير اندير سلسله مطاعم فروج ايضا راعي الرئيس شكرا لكم اخونا العزيز عبد العزيز البالول ابو عبد الله شكرا لك وايضا اخونا العزيز جاسم البصري صاحب صالونات نجمه القرين شكرا لكم. قبل لا ابدي انا تشرفت يمكن في العديد من البرامج باستضافه اخ عزيز ومدرب وطني الكابتن علي بولند. الكابتن علي بولند اليوم تعنى لتلفزيون الكوت وليه سيدونا اهداني كتابه الجميل صراحه الطرق التسعه كرة القدم بنظرة فنية يعني هذا غلاف الكتاب غلاف جميل الكتاب طبعا من أخونا علي عيسى بولند وعلي خالد العليوة وهذا الكتاب أيضا غلاف جميل هو شيء علي مبدع كتحليل فني ويمتعنا بصراحة بتحليلات الفنية وعلي العليوة من أسرة يعني ما يحتاج ما شاء الله أخو فهد مبدع فنياً ككاتب ومؤلف وعلي الحين بعد مبدع رياضيا فالله يوفقهم مشكور اخوي علي وبصراحه في الداخل اهداء خاص الى المميز دائما والمبدع عبد العزيز عطيه اتمنى ان ينال الكتاب على اعجابك اكيد يعني كتاب فني ويضاف الى الكتب الرياضيه الجميله والجميل ان اول كتاب اخوي علي هذا ترى على فكره واكيد انت تدري بهالمعلومه اول كتاب خليجيا وعربيا يتطرق الى الامور الفنيه والطرق الفنيه الكتاب حلو ابو عبد الله يعني غلاف بشكل مرسوم والله طريقه والله شكله حلو غريب بعد والله حلو, حلو يعني طرق التسعه بنظره فنيه واعتقد هم يفيدك محمد كمدرب وطني أيوة والله يفيد أه وانا يمكن قلت لك انت ناوي اني اخذ اوقات بس كنت وقتها مسافر الكتاب طبعا. من افضل كتب للامانه للربع كلهم يثنون عليه مشكور اخوي علي ونشكرك على عنوتك لنا ونتمنى ان شاء الله ايضا بعد فتره تعطينا كتاب اخر ايضا فنيا نستفيد منه. ندخل في اجواء حلقتنا نذكر الساده المشاهدين بنتائج مباريات اليوم، المباراتين اللي لعبت اليوم المباراه الاولى انتهت سلبيه في ملعب الساحل الى مباراه الفحيحيل انتهت 0-0. المباراه الثانيه انتهت بفوز صعب نوعا ما للقادسيه. بهدفين نظيفين الهدفين يو في الشوط الثاني. خلونا نبدا في تقرير حلقتنا الاول، تقريرنا يتعلق بمباراه القادسيه والشباب، زميلنا يحيى دشتي حضر وتابع المباراه واعد لنا هالتقرير. على استاد محمد الحمد بنادي القادسيه، استضاف الاصفر القدساوي نادي الشباب في لقاء يحرص أبناء القلعة الصفراء خلاله لاقتناص النقاط الثلاث ليتصدر بذلك جدول الترتيب فيما يسعى الشباب لتحسين مركزه وتحت أنظار مدرب العربي بونياك ومنذ الدقائق الأولى الأصفر يضغط والشباب يدافع المشعان يسدد تسديدة قوية لكنها فوق العارضة وبعدها بدقيقة مسعود فريدون يسقط في منطقة الجزاء مطالبا بركلة جزاء إلا أن الحكم يشير باستمرار المباراة. القادسية يستمر بالضغط وهذه كرة لبدر مطوع ابعدها سليمان ميرزا وتلك اخرى لفيصل عجب. القادسية يزداد خطورة وسليمان ميرزا يزداد تألقا بالحفاظ على شباكه من كرة محمد الفهد. وقبل نهاية الشوط الاول مسعود فريدون اضاع هجمة تعد الاخطر للشباب في الشوط الاول. لينتهي بذلك الشوط الاول بالتعادل السلبي للفريقين. في الشوط الثاني من اللقاء القادسيه يدخل لحسم اللقاء الا ان الشباب يحرجه بهجمات خطره ومن هذه الكره احمد يونس يراوغ الدفاعات ويسقط الا ان الحكم يشير مره اخرى لاستمرار اللعب. تكثر الاخطاء ويحمل اللقاء طابعا جديدا من الخشونه ويعترض جماهير القادسيه على العديد من الكرات. إلى أن أتت الدقيقة السابعة عشر ليحصل القادسية من هذه الكرة على ضربة جزاء نفذها بدران ليفرح الجماهير بعد غضبها بعد الهدف الشباب يضغط بكل ما لديه الأمر الذي أدى إلى كسب القادسية مجموعة من الكرات المرتدة فهذا انفراد لفيصل عجب وقف له سليمان ميرزا أحمد يونس مجددا يراوق ويسدد والفضل يتصدى ويخطئ في التمرير يونس يسدد مجددا لكن التسديد غير موفقة وهذه هجمة أخرى للشباب لم تنتهي بهدف ليأتي بدران مجددا بعد وان تو ليسجل هدف القادسية الثاني ويجعل فريقه بالمقدمة وليكمل القادسية مشوار الخطورة على مرمى الشباب لكن دون هدف ثالث وقبل نهاية المباراة لم يوفق مهاجم الشباب في إكمال هذه الكرة التي مرت امام الجميع لتنتهي المباراه بفوز القادسيه بهدفين دون رد. الشوط الاول طبعا كان في قله تركيز شويه لكن قعدنا بين بعضنا داخل بين الشوطين تكلمنا قلنا لازم نجيب ثلاث نقاط لازم يعني لازم نوصل لصداره الدوري الحمد لله قدرنا نسويها طبعا. نتكلم نعم. عن ارضيه الملعب والصيانه سكر نادي القادسيه والارضيه أه. هل في اسباب ولا رديته هني كان المفروض تلعب مباراه الشباب رديتوا ولعبتوا مباراه والله انا ما اعلم هالمواضيع لكن مثل ما انت شايف طبعا الملعب ما ما يلعب فيه كره قدم نهائيا طبعا مستحيل يلعبون فيه كره قدم الحمد لله يعني. طالب الصيانه شيء طبيعي يعني معقول هذا ملعب كره قدم الفريق اجتهد ولعبنا بروح عاليه انت قاعد تباي فريق من الفرق المتصدره طبيعي انه يكون تكتيكك شوي متحفظ لان الفرق هذه يعني تدري اذا تتعب معها لعب مفتوح بالنهايه راح يعني تخسر بنتيجه لكن اليوم الشباب ادوا وكل واحد عطى اكثر من 100% من اللي عنده نقصنا توفيق قدام الجول او بهجمه او هجمتين وبالنهايه فريق القادسيه فريق كبير وادينا اللي علينا والشباب ما قصروا بالمباراه وعطوا المطلوب. القادسيه يحرز فوزا ثمينا ويكسب ثلاث نقاط ويتصدر دوري فيفا مؤقتا ويحرز فوزا صعبا على نادي الشباب بهدفين. يحيى دشتي لبرنامج 90 دقيقة. شكرا اخوي يحيى دشتي نبارك للاصفر نقول هار لك للازرق ابو عبد الله وياك يعني الى الان القادسية ما قاعد يقدم عروض مقنعه لكن قاعد يحقق المطلوب وهو النقاط، هل الان يعني مع انطلاقه القسم الثاني نقول هم ما تبون اداء اهم شيء النقاط الثلاث والله شوف بسعود اول شيء يعني الفوز هو كان مهم صراحه يعني ثلاث نقاط وانك تنافس على الصداره لكن اتفق معاك كان بالنسبه للاداء الاداء هذا له تبعات يعني ابو سعود يعني ما انا بنرجع بالماضي لاحظ تغييرات المدرب الجهاز الفني، تغييرات الجهاز الإداري، المشاكل اللي بالإداره، هذا كله قاعد يأثر على القادسيه، القادسيه الآن مجهود لاعبينه، انا في نقطه مهمه قبل لا أعرج على الأمور الفنيه وال... يعني انا كجهاز إداري او كجهاز فني شلون أوافق ألعب على ملعب بهالسوء هذا؟ هذا ملعب حق خيول حق اسطبل يعني مو ملعب هذا اللي يلعب عليه. انت اتفقت مع نادي السالميه على اساس انه تقام مباريات على ملعب السالميه ومن افضل الملاعب حاليا انا كجهاز فني كجهاز اداري شلون انا اوافق على العب على الملعب ثم الهيئه ترسل كتاب في 18 12 انها تبي اه تسوي صيانه حق الملعب وبعد ثلاث اسابيع في 6 1 ترسل كتاب والله خلاص خلوها في 20 او 22 2 بس لا هذا بناء على طلبكم بعد طيب بعد. اوكي طلبنا مو مم. انا هذا سؤالي انا هذا سؤالي وجه الاداره في يعني احنا بنرجع حق الهيئه الهيئه جايه بنص الموسم انت تشتغل وهذا غلط انت عندك الصيف سوي الملاعب وعندك الامكانيات انا اتكلم خصوصا عن الاداره حمل الهيئه وحمل الاداره دام ان الملعب مو جاهز وانت اتفقت مع السالميه راح تلعب بالسالميه والجدول موجود في السالميه طيب انا ليش يلعب العب هني شلون انا وافق كمدرب وكجهاز اداري اوافق اني العب هني هل اداره الفريق اجبرتهم ان يلعبون هني بيحرجون الهيئه انا ماني عارف شنو اللعب هذا لكن في النهايه يعني انا اليوم الفريق انا افضل فريق مهاري بالكويت افضل لاعبين مهاريين العب بهالملعب اكيد اي فريق اقل مني مستوى راح يضايقني يعني انا أت... انا خايف من اللعبات الجايه بعد انا ألعب... على الارضيه كويسه انا عندي هاللاعبين يعني كي... اليوم ما شفنا يمكن الكره الوحيده اللي حتى بالدوري الكويتي كل الموسم ما شفتها الكعب مال بدر المطوع ما شفت تباعد خطوط الدفاع دائما بالتغيير مره خالد ابراهيم مع رشيد مره رشيد مع عامر مره عامر مع خالد عبد الرحمن العنزي انت تيجي تقط عبد الرحمن العنزي كذا لعبه من بدايه الموسم بعدين تي تلعبه ويا الكويت ما يصير الخط الخلفي الدفاع اللي نعرفه في كره القدم لازم يكون اثبت الخطوط لازم انت تثبت خاصه الخط الخلفي الرباعي بعدين انت اليوم لعبت بطريقه تقليديه 4 4 2 مرة الغالبه تلعب دائما التغيير هذا اللي حصل يعني في امور فنيه في امور اداريه لخبطه انا اقول برافو على اللاعبين انه فازوا اليوم واثنين 2 0 برافو طيب. لكن ما هو الاداء في لازم الجمهور يعرف ان في اه ترسبات في اخطاء اداريه وفنيه كابتن محمد انت قريب من 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 الفرق اللي في المنطقه العاشره بحكم يعني تدريبك الفاحيل وتدريبك فتره للساحل و وقريب من هالفرق اليوم الشباب اه يعني اللي شفناه مع العربي و وخسارته بالخمسه اه اليوم شفنا فريق فريق اخر من الشباب اليوم للامانه اليوم فريق الشباب قدم مباراه يستحقون عليها الاحترام للامانه خاصه انه يلعب ضد القادسيه في ملعب القادسيه وبعناصر شابه يعني قاعد تتكلم انت عن حارس المرمى اليوم نجم المباراه الاول سليمان ميرزا اتوقع اسمه نعم آه سليمان ميرزا الحارس الاحتياطي مثل عمار نعرف يعني عمار هو الحارس الاول آه عندك آه نواف ثامر لاعب صغير بالعمر مواليد 96 عندك احمد يونس لاعب صغير بالعمر عندك آه زنيفر محمد زنيفر لاعب صغير بالعمر يعني عناصر شابه قاعد تلعب بهذا الاداء يعني كانوا محتاجين ممكن عناصر خبره وعندهم مثلا لاعب حتى المحترف اللي في النص اي سبا اتوقع اسمه اي سبا اليوم من لاعبين ممتازين داخل الملعب لكن لو كان عندهم بعد محترفين ثانيين ممكن يساعدون الشباب او كعناصر خبره ممكن كانوا يسوون شيء ضد القادسيه وضيع طيب. الشباب ترى يوم كانت صفر صفر ضيع اكثر من فرصه نعم احنا بنشوفهم يمكن يعني يطالبون بركله جزاء راح نشوفها لكن الـ 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 الخط الخلفي للقادسيه الظهور بهذه الصوره هل فقط سبب ان والله التغييرات اللي قاعد تتم طبعا طبعا أبو عبد الله يعني لاعبينكم عارفين بعض يعني لا لا ما عمر لا لا ما نقول والله توهم يدد ما يعرفون بعض ما يخالف سعود انا اقول لك الحين مثال انت مره لعب محمد راشد باك شمال عدل نعم اليوم انت ملعبه قلب اللعبه اللي قبلها عامر المعتوق لاعب قلب اللعبه اللي قبلها تلعب سعود الانصاري والحين ما الحين ما ادري وينه ولعبه تجيب لي القحطاني ندري مصاب زي خالد ابراهيم تو راد مصابه ولعب اوكي طيب انا عبد الرحمن العنزي لاعب صغير ومستقبل له انا المفروض هذا اثبته خليه يلعب خليه يلعب مع خالد كان يلعب العام اكثر من لعبه لعبوا مع خالد والله انا مثل الحين رشيد مايا او او اي اصابه مثلا رشيد صوماليا رشيد صوماليا لو تساله راح يقول لك انا يمكن ست خمس لاعبين لعبوا وياي قلوب عامر محمد راشد خالد ابراهيم عبد الرحمن ما يصير ما يصير نادي كبير مثل نادي القادسيه هذه الامور تقولها في انديه صغيره عندها ظروف لكن انا نادي القادسيه الخط الخلفي مشكلة عندنا يعني ممكن الهجوم بدر يسوي لك يصنع لك فرصة يصنع لك هدف مثل لعبة اليوم المشعان الفهد عجب ممكن يصنعون لك هذولا عندك اليوم الشيء غايب لثلاث انذارات طلال عامر الإصابة سلطان لظروف والدته وإن شاء الله حضر باشر بس أنا ما تصير اللخبطة عندي يعني مع احترامي حق فريق الشباب باشر أنا مع كاظمة مع الكويت مع العربي خط هجوم أقوى ايش راح أسوي انا؟ اذا اذا الفريق ما يثبت خط الدفاع، خلي يتغير النص، خلي يتغير الهجوم ما في مشكله. اهم شيء بعدين في نقطه انا اشيد بالفضلي بالسابق لكن الان الفضلي لازم ينتبه اللعبات الاخيره الفضلي يحتاج انه يعيد النظر في مستواه مثل ما كان في نهايه الموسم السابق. نعم. خلينا ننتقل لفاصل قصير وبعد ذلك نعود. حياكم الله ويانا نستمر في الحديث عن مباراة القادسية والشباب في تغريدة من متابعنا اللي نتشرف فيه دائما اخونا العزيز الشيخ دعيج الصباح يقول طبعا هو قد ساوي من خلال التغريدات اللي دائما يغرد فيها في برنامجنا مع الفرق الصغيرة الشيخ دعيج يقول مع الفرق الصغيرة ما احترامي لهم نحتاج الثلاث نقاط اما مع الفرق الكبيرة نحتاج اداء ونتيجة وأتفق 100% مع الكابتن محسن غانم هذه تغريدة شيخ دعيج مع أن البعض يختلف معك شيخ ويختلف أيضا مع أبو عبد الله أخونا محمد الجواعد أمس طبعا إحنا حطينا لقطة كابتن محمد عبد الجواد وسرقة السيارة اليوم يقول أن الكابتن محمد عبد الجواد ظهر في إحدى القنوات الفضائية وان هذه اللقطه مقطع مسرب في برنامج واي فاي في رمضان مشكور كنا نتمنى ان على طول يعني تكون رده فعل الكابتن محمد عبد الجواد بعد الحادثه مباشره يا اخوي محمد لأنه طلع شيء تدري اللي طعن في في في, في 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 الجمهور السعودي وطعن في جمهور الاتحاد ويعني كنا نتمنى على طول يعني تكون رده الفعل وعبد الله تابعنا ظهور وحضور سيد بنياك للمباراة يعني لا القادسية لعبة الياية ولا الشباب لعبة الياية والله بنياك شوف هذه أنا قال لي اياها الكابتن صالح العصفور خلنا نكون صريح فيها قال لي بنياك الفريق الوحيد اللي خاف من القادسية بنياك مع الجهرة خسر في ملعب الجهرة 6-0 من القادسية وفي ملعب محمد الحمد في نادي القادسية خسر 8-0 فانا اايد الكابتن هذا كابتن صالح عصفور صديق حق بنيك عشان لا احد يقول انا الف على بنيك ولا تبلى هذا كلام صديق له وفعلا لما تي حق نتيجتين كبار ثمانيه وسته ما تعرض لهم بنياك يعني اتوقع من يا هني الدوري الكويتي فهو يحاتي يفكر بالقادسيه يعني الفريق الوحيد اللي سبب له رعب صراحه <applause> هذا على كلامه والله انا انقل نقل لحد يقول هذا رايي يعني والله بعد منو ما يخاف من القادسيه <applause> نقل الخبر يعني انا اشجع انا مدرب العربي ولعبتي مع القادسيه بعد ثلاث لعبات يعني يمكن جاي بيشوف لاعب من الشباب بياخذه لاعب من القادسيه منكم يمكن بياخذه فتره ظهر بكذا مره حتى الان ظهر كذا مباراه حق القادسيه الان <applause> شنو تعليقك كابتن انا عندي مصادر مغربه من احمد يونس أيه؟ في احتمال كلام من العربي ناوي عليه اه شفت ظلمت الرجال لا انا لا اللي نقلته من الناس اللي حول من الناس اللي حول احمد يونس لا لا انا اللي نقلته نقلت مو رايي هذا اللي يقول انا اقول لك نقلا عن صديق له كابتن صالح العصفور بس أه هذا الخبر اليوم ممكن آه ليش لا ممكن احمد يونس ايش رايك فيه كابتن انا قلت لك انت يعني قريب من الفرق و و هو من يمدح فيه بلا شنو تعرفين. شنو شنو مميزاته احمد؟ الأمانة احمد يونس لاعب فارق يعني مع الشباب خاصه في العمر هذا ويكون هو ركيزه فريق ويعتمدون عليه في شكل كبير يعني نادر ما تلاقي لاعب بالعمر هذا 20 سنه او 21 سنه هو يكون ركيزه فريق احمد يونس ما شاء الله لاعب لاعب من اللاعبين الفارقين خاصه في المنطقه منطقه العاشر اللي عندنا في الحيل الساحل شباب يعتبرون اللاعبين البارزين يعني هو لاعب ايضا شاب العربي محتاج لاعب مثل احمد يونس كل نادي محتاج احمد يونس طيب البعض قال بان نواف الخالدي رجع التمرينات بعد الله انت قبل الفاصل تكلمت عن احمد الفضلي وقلت خير راجع نفسه وين نواف الخالدي قالوا رجع التدريبات إيه نواف استمر في تدريبات صباحيه قبل فتره ودش التدريبات من خلال اسبوعين مع الفريق الشراكة <applause> هذا راجع للجهاز الفني. لعب. لعب في دوري لعب الرديف. مع دوري الرديف مع لعب. اي لعب بس انه ممكن المدرب يشوف انه يحتاج ممكن اسبوع بعد قدام او أي ممكن هذا راي الجهاز الفني بس انا بالعكس اتمنى انه يرجع نواف لانه لما يكون في منافسه بين حراس كبار مثل احمد الفضلي ونواف الخالدي بالعكس انا ترى يعني انا من. اشد المعجبين في الفضلي وفي <applause> انه يقود الغادسيه المرحله هذه نبقى في موضوع الحراس قبل اسبوع تقريبا كابتن بدر جمعه كان هني قال ما يصير فريق مثل غادسيه ثلاث حراس في الفريق فوق ال اعمارهم وين القاعده وين الشباب انا اتفق هذا كلام صحيح وهذا من زمان موجود عندنا بالقاعدة مو تو ان لـ 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 30 يعني كم سنه صار لهم موجودين منو نواف الخالدي واحمد الفضلي وعلي جواد اللي جواد ما قاعد يشارك وايد يعني حتى لما تي باكر بتلعبه لعبه, لعبة ولعبتين راح تظلمها ما عنده حساسيه هذا يبين لك ان الجهاز الفني الجهاز الاداري أه هم يعني ما نبي نقول الاداره احنا نحمل الاداره كل شيء انا كجهاز اداري وكجهاز فني احنا نكون لنا نظره كل الاجهزه اللي قاعد الاداريه الفنيه حراسه المرمى شيء مهم في عالم كره القدم في اي فريق طيب. احنا متعودين على نواف والله اصيب ولا الفضلي مو زين طيب منو عندي انا العام رحت طاجكستان الفضلي وعلي جواد حراس مرمى طيب علي جواد مو لاعب من زمان يعني مباراه مثل هذه لو تعور مثل الفضلي في عندنا اكثر من لاعب راح هناك اصيبوا تعور الفضلي بالمباراه انا شو اسوي علي جواد انت راح تحمله فوق طاقته يعني نعم طيب أه اخونا حسن راد على كلامك ابو عبد الله يقول بنياك مدرب نشط وغالبا مباريات الدوري وغالب مباريات الدوري الكويتي اه يكون موجود مو بس مباريات القادسيه انا شفت مباراه الكويت والصيبيخات والكويت وخيطان اه هذا اه انا ممكن ارد عليه انا من اشد المعجبين في بنياك للعلم يعني انا نقلت معلومه عن صديق له انا من اشد المعجبين وطالع يمكن قايلها قائل لك سريا المعلومه لا يعني المعلومه بعد يعني سريه مو غلطانين عليه ولا يخشى طيب فريق الغادسيه ما قلنا انه طيب بس طيب انا كنت اتمنى يكون بالغادسيه وطالبت فيه بصراحه احد الاخوان مو كاتب اسمه للاسف يقول اتمنى تسال كابتن محمد العزب راي مدرب نادي الشباب سالم محسن العتيبي مدرب في مراحل اتوقع الحين الاشبال نعم كان في البراعم وصعدوا في الاشبال من خيره المدربين والله في مدربين شباب كابتن محمد يعني اليوم احنا قبل فتره يعني نتابع المراحل السنيه في مدربين وطنيين شباب هل هل ما قاعد ياخذون فرصتهم ولا المدربين شباب افضل لهم مراحل سنيه؟ أه لا مو صارت افضل أه هو على حسب الخبرات ما يصير المدرب شهاده تربية تبي يصعد فوق خاصه الحين الاتحاد قنن الشغله هذه نعم. فقام اهم شيء عندك دورات ما تمسك مثلا ما تصير مدرب شهادتك كبير تصير مدرب في الاشبال او الناشئين لازم يكون عندك ليسن اي اذا عندك ليسن اي تكون مساعد مدرب في الشباب نعم. آه ما تكون مثلا مدرب فريق اول او مساعد اللي عندك اي وكذا ففي شروط على اساس انك تكون مدرب في المرحله الثانيه شنو الشهاده اللي عندك؟ يا. انا عندي شهاده ليسن بي تدريب ولياقه بدنيه اها ما شاء الله اخونا عبد الله كاتب كتاب... كتاب كاتب تغريده الله بالخير اخوي ابو سعود افضل فريق بالكويت عنده لاعبين محليين بس المشكله الفريق يحتاج مدرب ينظم الفريق بس يا يعني معقوله مدربكم مو قادر ينظم الفريق؟ والله شوف انا المدرب انت تحكم على المدرب تحكم عليه في المباريات القويه والمهمه انا قلت لك ذيك المره وانت قلت لي لا ترد فينا قلت لك لعبه كاظمه ولعبه الكويت هذه مباريات حاسمه يعني هذه هذه تفتح لك الطريق للدوري ممكن انت اليوم مو زين ما اديت خذيت لك ثلاث نقط من الشباب تاخذ من الساحل المحك معروف بين الفرق الكاظمه العربي الكويت السالميه انا هني اذا متى ما تقلبت على هذول ما عندي مشكله للفرق مع احترامي للفرق الثانيه حتى لو اكون مو زين انا شنو فائدتي اكون زين اني وافوز ستة سبعة على الفرق هذه وهي انطق من الكويت وهي تعادل مع العربي احنا العربي مو مستواه يعني في مركز الان آه الرابع مو نفس العام كان ينافس وهذا تيجي حق كاظمه كاظمه الحين الخامس كاظمه بطوله تنشيطيه وما هي مقياس قلت لك ذيك المره وقلت لي لا كاظمه ماكو كاظمه هذا على اطمام المرحوم ممكن كاظمه مع احترامي حق كاظمه وهذا واقع من زمان يعني هذا تاريخ من يوم كنت العب قبل العب كاظمة ضد القادسيه غير بس بصراحه يؤدي افضل مباريات امام القادسيه وامام الفرق الاخرى ماكو شيء شوف مركزه اخر لعبه في حيل تعادل اللي قبلها مع الساحل تعادل من من الكويت بالاربعه بالسالبيه الاربعه هذا اللي. هذا واقع يعني نعم. لو يلعب كاظمة نفس ما يلعب مع القادسيه مع الفرق الاخرى ممكن اتوقع ياخذ دوري ياخذ كاس <applause> هذا واقع يعني بدون حي... مو سالفه عناد ولا حزازيه ولا لا هو كاظمه ينبسط امام القادسيه يعني لو يكون المركز السابع او الثامن المهم انه يوقف القادسيه اي طيب آه... البعض يقول ان القادسيه مو بحاجه للمحترفين كابتن آه... محمد القادسيه عنده نجوم يملك لاعبين من افضل اللاعبين وافضل الخامات بالكويت لكن يحتاج محترفين على اساس انه اذا كان يفكر في بطوله وخاصه القادسيه قاعد يلعب لك على كذا بطوله ما يلعب لك مثلا على بطوله الدوري فقط او كاس الامير ومنافس بقوه لكل البطولات ومرشح الاول اذا ما اذا ما كان مرشح الثاني يعني دائما القادسيه فريق منافس فمحتاج محترفين وعلى مستوى شنو ردك على النقطه ابو عبد الله؟ والله شوف انا بعد الايقاف يعني انا انا بقول شغله مهمه الحين انا كانديه وكلاعبين منتخب انقتل طموحهم يعني حاليا ترى في شغله نفسيه الجمهور ما ادري اذا حاس فيهم لاعبين منتخب لاحظ لاعبين القادسيه والكويت تلاحظ المستوى هبط بالفرق هذه ترى اغلبهم لاعبين منتخب يعني انا شنو طموحي يعني اذا خذيت دوري انا قبل افكر اخذ دوري أشارك كاس حد اسوي ادش الملحق اروح ابطال اسيا هذا يجرنا حق شنو؟ يجرنا حق المحترفين انا استفيد من المحترفين في بطولات اعلى من المستوى المحلي هذا رايي نعم. لكن قبل الايقاف يعني ما ما في ايقاف لا لا اطالب ان يكونوا المحترفين على اعلى مستوى طيب. لان انا لما اخلص من المحلي وبروح هناك ما راح استفيد شيء تلاحظ الان يعني خلك مع احترامي حق كاس الاتحاد لا اسوي انا دائما نظرتي من زمان نبي ابطال اسيا نبي ننافس نبي نفوز احنا لازلنا في اطار المحلي <applause> كابتن محمد احد الاخوان سالك بما انك يعني ذكرت احمد يونس وعندك مصادر ان احمد يونس بيروح او يبون العربي احد الاخوان سالك منو يعني تفضل يكون او يبون حارس القادسيه من 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 الانديه اللي نتكلم عنها الفرق في في المراكز او نقول في في المنطقه العاشره في حارس بارز ودك انه او تفضل يتم التعاقد معه والله الحراس كثير وانا ماني مختص في اختيار الحراس مثلا لنادي القادسيه لكن نادي القادسيه قادر انه في اسماء من من مراحل سنيه تنصح ان نادي القادسيه يتابعونها الحارس مثلا؟ لا ما ننصح عشان ما نفتح العين علينا طيب اخونا محمد جديد صبح عليك بالخير يا اخوي محمد ونتشرف ايضا دائما انت كنت متواصل معاي من من, من فترات طويله يقول نتمنى اداري مثل محسن غانم أه وصل الجمهور واللاعبين عن, عن عن حضوره والله بالعكس ابو عبد الله يعني والنعم فيه أه شهادتنا مجروحه أه اخونا ايضا مكاتب كاتب اسمه للاسف يقول شهادتي مجروحه بكابتن محمد العزب وخلال السنوات القادمه راح يكون افضل مدرب بالكويت واساله شنو افضل طريقه للدوري؟ افضل طريقه للدوري ما فهمت السؤال بالضبط يعني أي دوري هل عندنا تحت ولا فريق اول؟ ما دوري يعني يمكن دوري الفريق. اذا يبي دوري فريق اول انا من المعارضين لدوري الدمج يقتل المنافسه و... والفرق الحين تقريبا نصف فرق الكويت من المركز الثامن وتحت انتهى موسمها بالنسبه له صح انا انا يمكن اقصد اتوقع يمكن يقصد الطريقه الفنيه يمكن نفس ما ذكر ابو عبد الله قبل شوي انه مدرب القادسيه يلعب 4 4 2 اليوم والمفروض دايمون يلعب تقليدية. دايموند اتوقع يمكن كان يقصد السؤال الطريقه الفنيه يعني, يعني اذا انت الفريق مثلا الفريق الاول شنو الطريقه اللي تلعب هي مو سالفه على حسب العناصر اللي عندي اوظف الطريقه يعني مو انا قاعد من هنا بالاستديو اقول العب 4 4 2 اذا الطريقه المفضله اللي يحبها محمد العزب مثلا المفضله لك حتى مثل عندك العناصر اللي تساعد انت تاقلم المف يعني. المفضله بالنسبه لمحمد العزب 4 4 2 بس صعب تطبيقها حتى بالكويت وعلى مستوى الفريق الاول لو تبي تتكلم عن مراحل سنيه انجح طريقه لعب 4 5 1 أه. انا حاليا مع فريقي العب 5 4 1 طيب على حسب عناصر الفريق اللي عندك انت تحدد طريقه لعبك صح أه في تغريده ما شاء الله يعني في لك متابعين وايد محمد وفي لك يعني خلينا نقول أه مهتمين ب او خلينا نقول متابعين لاخبارك اخونا خلف العنزي صبح عليه بالخير يقول وصل سلامي المدرب المميز محمد العزب الله يسلم. العزب قاعد يحقق مستوى نتائج جيده مع فريق الفيحيل تحت 13 اتمنى له التوفيق اه شهاده تستحقها يا محمد ويعني اه شيء طيب ان اليوم نشوف الجمهور تفاعل وياك الحمد لله اه الله الحمد خلينا نشوف بعض القرارات التحكيميه اللي كانت في مباراه القادسيه والشباب وناخذ راي الاخوان بالتاكيد صحيح انهم مو حكام ولكن بحكم يعني اه متابعتهم بحكم لعبهم للكرة دون شك عندهم وجهة نظر هذه الكرة فريدون طالب بركلة جزاء أبو عبد الله والله أنا شفتها عدل يعني ايه. في التحام شوف لاحظ الآن برا ولا داخل شوف إذا بيحسب يحسب برا اه. إذا ايه. بيحسب فاول هذا بس يعني شوف لاحظ شوف الاحتكاك شوف هو في احتكاك يعني في احتكاك بينهم لان شوف فريدون حاط ايده يعني كنا وداز محمد راشد حكم ناصر العنزي يقول ما فيها شيء احتكاك عادي والخطا على محمد راشد على على فريدون مو محمد راشد والله انا يعني اقول لك فيها شك طيب يعني محمد شو تقول على اللقطه اللي فاتت خطا لمحمد راشد انا خطا لمحمد فريدون راشد فريدون بعد بنيه قويه ما شاء الله محمد راشد بنيه شويه عنده يعني. ممكن الالتحام هو اللي ادى الشغله هذه يعني ما فيها شيء لا ما فيها شيء يعني ما فيها شيء طيب قد ساوي قال فيه فيها شيء وانت تقول ما فيها شيء فيها احتكاك اذا بيحسب برا احتكاك بره. اذا بيحسب برا هذا اللي اقول لك انا مساء ليش انت مثل محمد راشد قصير البنيه تحطه مع الفريدون هذا احنا نقول لك الاخطاء الفنيه هذه ممكن في كره انت مساء حطيتوها عامر معتوق كان انفراد حق الشباب نعم. بخبرته شوف بخبرته كان ممكن جول، خذ الكره، قطع الكره، هذا اللي اقول لك الاخطاء الفنيه انت دام ذكرت التحكيميه، الاخطاء الفنيه عند مدربنا والتغييرات. شوف اللقطه الثانيه ايضا كانت في بدايه الشوط الثاني هم آه لاعبي الشباب كانوا يطالبون بركله جزاء. هذه آه هذه العكس الحين فهد الانصاري كبنيه جسمانيه صح هي تصادم عادي ما شوف ما فيها شيء هي لان تبين ان هذا طويل وهذا قصير ان مفكرين إن انه بلنتي ولا محمد شو تقول؟ ما فيها شيء راح يزرون علي ربع الشباب هناك <applause> <applause> لا ما فيها. احنا نشوف يعني نحكم على الشيء اللي قاعد نشوفه احمد يونس كان في الهواء <applause> هنا لما ركله الجزاء أه للقادسيه لا واضحه هذه واضحه هذه واضحة. واضحه بس الكعب مثل ما تفضل لا ف... الكعب هذا قاعد اقول لك زين اجمل ليه... ما في المباراه زين اللي هي من الاردن بسرعه ما شفنا ما شفنا لعبات ولا شفنا نعم <applause> اللي راح يمتعك بدر، المشعان، المشعان اليوم انا ما عجبني ما ادري ايش فيه، اللعبات اللي كان حامل وزر الفريق يعني شايل الفريق اخطاء وهذا هو كان يقود الدفه الهجوميه اليوم ما ادري ايش فيه. شوف ركلة الجزاء مرة أخرى اللي احتسبها الحكم، كابتن محسن يقول ركلة جزاء صحيحة. محمد شو تقول؟ ركلة جزاء. ركلة جزاء. قرار سليم اذا نشوف الكعب بس تبي شوفها اذا ما يستحق طرد بعد لأنه رايح على الجول شوفه شوف رايح على آه الجول ما لمس الكره شوف يعني تقول طرد اي هذه لأنه رايح على الجول ما في شوف محمد تقول طرد بس تقصد اللاعب اصلا شوف, شوف, واضحه شوف واضحه شوف شوف, بس في تغطيه مغطي واحد وراء ممكن 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 تغطي يعني طرد مع انذار انذار هو ما اعطى لا انذار ولا ولا كرت احمر هذا طيب. حكام الله يعين الفرق على الحكام اذا أه تشوف أه انت اذا تشوف الحين البرامج الاذاعيه والتحليل بالتلفزيون تلاحظ هذا حكم دولي وهذا حكم كل واحد له راي يعني انا شيء غريب اول مره اشوفه معقوله قانون يفسر كل واحد على كيفه انا ذاك اليوم قاعد اتناقش ويا واحد بتويتر وبدون ذكر اسماء قلت له ما يصير قال لي انت تستشهد بشنو؟ قلت له انا استشهد بناس خبراء اه محاضر تحكيمي دولي يعني جبت مثل بوتسيم جبت مثل كره فهد الانصاري اللي على كاظمه انحسبت تسل. تسلل, تسلل واللي ذاك اه اليوم حق اه الكويت على خيطان جول حسبها جول اللايمن يرفع الحكم يقول له نزل ويحسبها جول انا ماني عارف شو القرارات يعني احنا لما نتكلم ما نتكلم باكر يقول لك القادسيه يا ماما. لا لا انا في نهايه ولي العهد القادسيه والعربي قلت ان هذه البلنتي مو صحيح على على العربي احنا قاعد نتكلم لنا واللي علينا نعم بس هذولا ماني عارف انا صراحه مستغرب طيب خل نروح فاصل اعلاني وبعد ذلك نعود حياكم الله ويانا عدنا لكم من جديد أخونا فواز يقول نحتاج مدربين وطنيين بعقلية العزب في تأسيس المراحل السنية أتمنى ما يفكر يمسك فريق أول هذه تغريدة من أخونا فواز مشكور يا أخوي فواز على إشاطك بالكابتن محمد العزب ردك على تغريدة فواز إنه لا تمسك فريق أول والله حاليا ما أفكر نهاية لبعد ثمان سنين قدام ثمان سنين عشر سنين بعدها شيء طيب أه رد عليك على طول اخونا فواز ما راح يمسك فريق اول اخونا هاني أه الكويتاوي أه ايضا داز تغريده أه ردا عليك ابو عبد الله يقول شلون عرف ان ان سيد بوناك يخاف من القادسيه أه والله يفتي يعني يتكلم عنك ان انت قاعد تفتي لا انا ما افتي هو ممكن ما سمع عدل ما ادري انا قلت لك نقلا عن صديق له نعم بالعكس انا من المعجبين بنياك بني وتمنيت يكون في القادسيه طيب خل حق تقريرنا الثاني الخاص بالساحل والفحيحيل مباراة على ملعب الساحل طبعا هي الفحيحيل زميلنا علي حسن تابع المباراة وعد لنا هالتقرير جولة جديدة من جولات دوري فيفا جولة استضاف فيها الساحل جاره الفحيحيل في لقاء دير بالمنطقه العشره في مواجهه الالوان الناريه الاصفر والاحمر لكن قبل الخوض في هذا اللقاء دعونا نرى اركان الملعب الاضاءه كانت هكذا ارضيه الملعب كانت هكذا دكه الاحتياط كانت هكذا المدرجات كانت هكذا والسؤال هنا هل ملعب فريق الساحل صالح للعب وعوده الى اجواء اللقاء الذي ظهر بصوره فنيه متواضعه جدا اذ عجز الفريقان بتنظيم اي هجمه خطره تذكر طيله الشوط الاول، هذا الشوط جاءت نهايته مثيره، مثيره من ناحيه الاحداث وليست مثيره فنيا اذ استدعى الحكم الرابع السيد وليد الفرج حكم الساحه احمد العلي ودار بينهما حوار انتهى بغرار لم نعرفه الا عندما اتجه احمد العلي الى حارس الساحه السعد العنزي واشهر بوجه البطاقه الحمراء، هذا القرار استفز سعد وبدا بعده النقاش الحاد بينه وبين الحكم، لكن لا تراجع ولا استسلام، سعد العنزي يغادر ارضيه الملعب تاركا فريقه يكمل ما تبقى من هذه الحصه ناقص العدد. بالنسبه للطرد يعني ما انا ماني عارف يعني كل حكم يختار له اسلوب. يعني في حكم يقول مو انا اللي تكلمني كذي يعني حكامنا هم نفسهم هم يرفزون اللاعبين في حكم موجود اليوم قال حق لاعبنا القسم بالله المباراة يطافت قال له اذلف بعدين قال له انا اسف انت الحين طلع لاعب من المباراه تقول له اذلف الحين تقول له بعدين اسف شفيده يعني انا كلاعب لو اقول لك اذلف انت راح تطردني صح ولا فهذا اللي صاير اللي صار اليوم بالمباراه وجهت لصديق لا لاعب وياي وجهت له سب سبيته والسبد تنسبع كل يوم وبكل مباراه واقدر اواجه الحكام فيها يروح حكم رابع نادي قال الكلمه الفلانيه كل يوم اقول نسمع الكلمه هذه فاشوف الكلمه جدا عاديه ولو مثلا باخذ انذار راح اخذ اصفر ما استاهل احمر خصوصا انا مركزي حساس بالفريق تعطيني احمر ما يصير لا فوق هذا بعد انت الحكم تقول لي ما تكلمني انت كذي يعني ما ادري يعني تبي نمد ايدنا مثلا ما نبي نوصل المرحله بس بس هم حكام هم يجبرون انه واحد يسوي شيء غلط هذا اللي اقول قاعد يصير بالملعب اللاعب يستانف من جديد ويطالب السحلاويه في هذه اللقطه بضربه جزاء بداعي لمس الكره ليد المدافع والحكم يامر باستمرار اللعب لتنتهي بعدها احداث الحصه الاولى بالتعادل السلبي لم يتغير الحال في الحصة الثانية، إذ لم يستغل فحيحيل النقص الذي يعاني منه الساحل، ولم يستغل الساحل اندفاع الفحيحيل الهجومي، فسار اللقاء في اتجاه آخر، فكثرت الاحتكاكات بين اللاعبين، وتوقف اللاعب كثيرا بسبب الإصابات، وازدادت الاحتجاجات خارج الملعب، فلم نرى الفرص إلا في الدقائق العشر الأخيرة الأولى من ويندو محترف الساحل. عندما اتجه ناحية مرمى الفحيحيل وسدد كرة على المرمى والفرصة الثانية كانت الأحمر عن طريق محترفي إيفان الذي حاول أن يهز الشباك بهذه التسديدة والتي منعها الحارس فهد لدعيج كثف الفحيحيل هجومه في الوقت البدل ضائع وحاول اصطياد هدف النقاط الثلاث لكنه عجز عن تحقيق هدفه على الرغم من هزه الشباك في هذه اللقطة لكنه هدف أبيض ألقي بداعي التسلل لينتهي بعدها اللقاء بالتعادل السلبي بين الساحل والفحيحيل. بحكم انه انطرد منا لاعب وكملنا المباراه مع فريق ما شاء الله منظم، اوكي فحيحيل بس ترى فريق منظم والمركز السادس، انا اعتبره فوز بالنسبه لنا، لانه تغير مكان حساس بالفريق ومن اول الشوط، يعني من الشوط الاول يعني ما ما في. يعني كان في يعني كان بامكاننا في حل انهم دام دا احنا خسرنا مرك يعني مركز اساسي بالفريق كان بامكانهم ان اكثر من جول سواء يعني ب يعني انا دخلت مو مسخن وبسرعه وكذي بس الحمد لله توفقت بكم كره الحمد لله على كل حال وان شاء الله القادم افضل باذن الله. اول شيء احنا نقول هارد حق نفسنا ومبروك حق الساحل لانه قدروا يحافظون على مرماهم وياخذون النقطه يعني بغض النظر يعني حاله الطرد اللي صارت بس كانت فرصه ذهبيه لنا من الشوط الاول ما قدرنا نستغلها ليه بدايه الشوط الثاني قلنا ممكن يتعبون شوي الساحل او ناخذ فرص اكثر عشان نقول بس يعني كان ناقصنا شويه حظ ولا يمكن فرصتين ثلاث وبالنسبه حق الكلام اللي تقوله من ماكو كره قدم يعني اي مباراه ديربي لازم يعني الكره تكون بنص الملعب دائما لو مهما كان مثلا صار طرد او شيء في استثناءات يعني ديربي المنطقه العاشره هذا ضغط نفسي هاللاعبين لعب قوي يعني التحام يعني ما في لاعب يهد لاعبه بعد هذا التعادل يصل رصيد الفحيحيل الى 14 نقطة ويصل رصيد الساحل الى 13 نقطة ل 90 دقيقة علي حسن مشكور اخوي علي أه نقول لك للفريقين على النقطة وإن كان يعني المباراة كنا نتمنى يكون فيها أهداف يعني اللي يميزنا اليوم أيضاً أن لما كلمنا كابتن محمد يكون ضيفنا اليوم والحديث عن المباراة آآ شيء آآ أنا ما كنت أدري عنه صراحة أنه درب في الفيحيل أو مدرب حالياً في الفيحيل وكان يدرب في الساحل فالفريقين يعرفهم أيضاً الشيء الحلو بالنسبة لنا أنه حضر المباراة محمد وتابعها من المدرجات خلينا نقول من الملعب محمد اخونا علي زميلنا علي قال المباراه ما فيها شيء صحيح احتكاكات لعب يوغا هو, و... هو زين طلع معاه تعبير بعد على المباراه انه ما فيها شيء المباراه كانت للامانه الفريقين متحفظين بشكل كبير المباراه كانت فيها احداث اكثر من اذا بتكلم في نظره فنيه المباراه كانت اغلب احداث من الدقيقه 15 تبديل اضطراري حق لاعب الساحل منصور مانه تبديله بناجي العجمي من بداية من هنا بدأت الأحداث بعد 10 دقائق طرد حارس الساحل بسوء سلوك مثلا يقول في أنا ما أستاهل طرد آه للأمانة الكل سمع في الملعب بس هل اللفظ اللي قاله يستحق الطرد أو ما يستحق الطرد توقع حكم الرابع سمعت ترى حكم الساحة ما سمع ولا انتبه لأنه كان هو على الحدث والموقف اللي صار يعني ما كان في احتكاك بين اللاعبين ولا كان في أي شيء كان الحارس يطالب لاعب الساحل انه ما يطلع الكرة طلع الكوره فطلع معاه اللفظ هذا هو ممكن على زميله يعني اي على زميله بس في صوت عالي يعني انا في المدرج الكل سمع الكلمه نعم. اللي في المدرج واللي سمع الحكم الرابع والحكم الرابع هو اللي استدعى حكم الساحه وبلغه بالشيء هذا يعني فالنقطه ابو عبد الله مع مع قرار الحكم يعني حتى لو اللاعبين في بعض الاحيان يعصبون على بعض خلينا نقول بحكم الميانه مثلا يغلطون على بعض هل من حق الحكم أن انه يطرد؟ والله هذا يرجع للحكم يعني في حكم يمشي الامور هذه عادي ما يبي مثل مشاكل يبي الامور تمشي بس لا بس ابو عبد الله بقانون التحكيم مثلا اللي انا اعرف معلومات السطحيه على قولتهم يعتبر سوء سلوك حتى لو حتى لو كان في اثنين في الملعب في فريق واحد يتهاوشون اثنين ياخذون دارات انا معاك انت صح كلامك في حكام يطنش انه ما يسمع ما يخرب اللعب لكن هم تبتي حق القانون لا صح لا بعدين تنذرهم تعطيهم بعدين حتى الحكم الرابع هو اللي استدعاه وبلغه ترى اللي برا في المدرج بلغوا الحكم الرابع ما تسمع احنا برا سامعين ما تسمع انت نفسك ما تسمع فكان تحت الضغط انا هذا اللي اقول لك اياه يعني الحكم ممكن يدري بس يبي كان الام. يقدر الحكم ينذره كان ي... لا كان يقدر الحكم يقول حق الحكم الرابع انا سامعه بس مثلا مطوفها مثلا او مثلا ممكن يعطيه اصفر او يعطيه اصفر ممكن, ممكن ممكن ما يعني آه قرار الحكم يبقى هو صاحب القرار الاول والاخير بعد الطرد محمد يعني الطرد شفنا ان الساحل هم ما تاثر بالطرد يعني رغم ان انطرد حارس المرمى ما تاثر اقصد ما دخل في مرماه هدف ظل متماسك في الخط الخلفي آه للامانه الشوط الاول كان الساحل افضل نسبيا ولو تبي تاخذها كعنوان رئيسي يعني الساحل سير المباراه على اللي هو يبيه يعني في الشوط الثاني مثلا توقفت المباراه ما يقارب 14 مره اللي انا حاسبها غير اللي انا حاسبها توقف اللي انا اقصده توقف اصابه، توقف تداعي لاصابه، توقف آه، مض... تضيع وقت، هذا غير الكرات الثابته غير الكورنر مثلا في 12 كورنر في الشوط الثاني تقريبا بعد من ضمن قاعد تسجيل تقول 14 مره 14 مره, أربعة مرة لو 20 ثانيه ولا 30 ثانيه انت قاعد تبي تقسمها على 45 دقيقه اللعب المباشر صار ثلاث دقائق وم... وعلى فترات اوه هذه مشكله توقف اللعب ابو عبد الله يعني ما ما في له حل يعني لما ما يتعور اللاعب شيء بديهي انه بيوقف اللاعب او لما ي... حتى لو خلينا نقول هو ي... يعور نفسه ويطيح نفسه شيء بديهي لازم هذا م... يعكس لك الفقر الفني للفرق هذه مع احترامي لها يعني الفرق هذه فقيره مع فنيا ترى ابو عبد الله كابتن حاتم المؤدب ترى مدرب فحيل لا لا انا ما أه اتكلم أنا اعطانا صراحه فريق هالموسم فريق رائع كنت عبد الرحمن العتيبي مدرب الساحل انا قاعد اعطانا فريق رائع الحين الكابتن يقول انا موجود و14 مره وقف اللعب يعني ما ادري استمتعوا باللعب لا شنو الاستمتاع اللي باللعب لو في لاعبين على قدر مثل مستوى فني ممكن راح تستمتع انت شوي صحيح لكن انت الفريقين هذول فقيرين فنيا والفرق اللي نفس مستواهم نفس الشيء لذلك انا اتفق معه ان دوري الدمج فاشل وما ينفع يعني انت باكر هذا بيقعد لك مثلا 11 ورا ممكن لا. يخرب لك يطلع الى شنو الانجاز اللي حققه بالموسم كله انه خرب على الفريق يعني مثال انت لو تبي حق الفرق الصغيره عشان اكون واضح ولا حد يقول انا ظلمتهم تعال حق فريق خيطان تعال حق فريق خيطان شوف فريق خيطان في خمسه عناصر تقدر تاسس عليهم فريق تجيب لهم كذا محترف تدخل لك بعد اثنين صغار وهم صغار نعم. فريق مثل خيطان امانه تستمتع الطالعه ويحترم التابع يلعب مع الكويت حتى الفحيل هالموسم انا انا وجهه نظري حيل ترى هالموسم احرج السالميه لا مت... يت... ممكن كابتن محمد اقرب حق حق مسحول. الفحيل بحكم أنا, انا اتكلم كفريق كفريق بالملعب يعني ممكن انت تتكلم انه والله احرج احرج السالميه احرج لا انا اتكلم لك خيطان كعناصر نعم في عناصر اشدنا واحدة. بخيطان ترى نعم. صراحه اشدنا بخيطان بالنسبه حق الفرق الصغيره هذه السبعه الثمانيه اللي تحت قاعد اقول لك هو الافضل واتوقع انا خيطان اذا يمكن ينافس على الخامس او السادس طيب احنا نقول مره اخرى يعني قلت لك الفريقين على على حصولهم على النقطه هذا اهم من من خساره النقاط قبل لا نروح فاصل اعلاني طبعا وصل لنا خبر ان نادي السالميه احنا امس يمكن حطينا خبر توقيع فوردي واخونا عبد الله بيدان مع اللاعب نايف زويد وصل لنا خبر توه قبل دقائق قليله بان نادي السالميه شرى العقد من شركه فوردي معنا اخونا العزيز خالد الهيت مدير شركه فوردي ابو فهد صبحك الله بالخير يعني قاعد نشوف انا شفت بيان تو انت ناشرينه شركه فوردي اعتقد نادي السالميه ايضا عنده بيان نبي توضح لنا شو اللي صار ولو باختصار لو سمحت صبحك صبح 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 الله بالخير اخوي ابو سعود اصب عليك صبحك الله بالخير اخوي ابو عبد الله ومحمد العزب حياك الله بخصوص نايف زويد اول شيء نشكركم على التغطيه امس وحضور لا شكرا اليوم بفضل رب العالمين تم التواصل مع نادي السالميه متمثله بالشيخ تركي اليوسف والحمد لله اصبح اللاعب ملك لنادي السالميه. نعم. بموجب الوكاله وهذا دور الشركه والشركه الحين قامت في دورها باتجاه اللاعب ونشكر نادي السالميه على سرعه الاستجابه وهذا مو غريبه على الشيخ تركي اليوسف ولا نادي السالميه. طيب. طيب. اللي اللي يعني الان انتم كشركه ما لكم اي علاقه نهائيا بنايف زويد. صحيح صحيح هو التوقيع ابو سعود كان 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 للاعب انه يكون له وكيل وله عروض خارجيه واصبح نادي السالميه الان يملك بطاقه اللاعب وعلى موجبها اللي يبي اللاعب يخاطب نادي السالميه مثل الشيخ تركي اليوسف وهذا ما كانت تصل له الشركه لحفظ حقوق اللاعبين. طيب ونايف زويد يستاهل. عندك شيء بتضيفه ابو فهد؟ سلامتك مره ثانيه اشكركم على التغطيه اللي امس. نعم. فضل. كنا ابو عبد الله عنده سؤال فضل. لك ابو فهد. تفضل ابو عبد الله غالي. شلونك ابو فهد؟ حياك الله ابو عبد الله الله يعطيكم العافيه بس انا عندي سؤال مهم هو نايف طبعا. زويد مو كان لاعب السالميه؟ صحيح. زين شلون الان السالميه هو اللي شرى ال... يعني هذه راح تصير على لاعبين الانديه كلها. لا 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 ابو عبد الله عشان تكون بالصوره. ايه. الوكاله الحين انتقلت وكاله 4 تسويق وكأمور لنادي السالميه اصبح نادي السالميه هو المخول في التسويق للاعب بالنسبه له أصلاً يملك بطاقته نعم, نعم نعم صحيح يعني ما صحيح. تصير بنديه ثانيه ممكن بعد لا لا ما يصير يعني ما مثلا ما يصير. بالغادسيه باكر ما تسوق حق لاعبين ولا هذا بالتراضي مع الانديه ابو عبد الله اللاعب امس الهدف منه كان تسويقي بحت فدور دور, دور الشركه كان تسويقي للخارجيه السالميه نادي السالميه الان اصبح اي اي جهه تحتاج التوقيع مع اللاعب تخاطب نادي السالميه طيب شكرا, شكرا لك محمد. اخوي خالد الهيت على التوضيح في تغريدتين ثلاث على السريع قبل اروح حق الفاصل نبيل الهاشمي احنا قلنا هالخبر يا اخوي نبيل أه وقال يمكن اخونا محمد العزب أه ظاهر انت يمكن ما سمعتنا اليوم بنياك رايح يشوف احمد يونس لانه طالب اداره العربي سرعه التعاقد معاه لانه يخدم تكتيكه وهذا الكلام اللي ذكره لنا وانفرد فيه اخونا محمد العزف في بدايه الحلقه آه سعود الشمري يرد عليك ابو عبد الله يقول بالعكس التحكيم لنادي القادسيه بكل الفئات البراعم والاشبال اي سلم على مشعل فودري <applause> من اللي سلم عليه انت تسلم ولا انت سلم على مشعل فودري وخليه هو يعرف مراحل العام صار فيها والسنه هذي آه هذه يعني تغريدتين على السريع آه احد الاخوان يسالك كابتن محمد ايش رايك باداره نادي الساحل او باداريين نادي الساحل؟ من اي ناحيه؟ والله سؤال سؤال عام يعني مو سؤال سؤال كبير مو سؤال عام اجابته راح نتعب فيها اداره نادي الساحل اذا تبي تتكلم على مستوى الفرق كره القدم فقط لان المجال المختص فيه واللي انا كنت معاهم نعم. تشوف فريق 17 من الفرق المنافسه فريق 15 من الفرق المنافسه فريق 19 عندهم اشكاليه بسبب النقص اللي عندهم. الفريق الاول قاعد يادي. الظاهر يمكن هو سؤاله متوقع انك تقول شيء عنهم لانك تركتهم يمكن و... لا علاقتي فيهم كلهم طيبه وما بين لك الخير يعني. نعم. روحك فاصل وبعد ذلك ناوي حياكم الله يا اخوان اشكر اخوي علي حسن طبعا نبهني نقطه بان ضيف الله الفضلي انذر لاعب الشباب اللي عرقل طبعا محمد الفهد في ركله جزاء القادسيه ايضا اخوي محمد الشمري بضاري مشكور على تواصلك وتهنئتك لنا خلينا نروح حق فقرتنا الاخباريه اخبار 90 دقيقه وبعدها عندنا خبرين بنعلق عليهم مع الاخوان خلكم ويانا نشوف الفقره وبعد ذلك نعود توج لخويا حامل لقب الدوري القطري بطلا لبطوله كاس الشيخ جاسم بعد فوزه العريض على السد بطل بطوله كاس امير قطر باربعه اهداف مقابل هدف واحد تأهل الرفاع لدور الثمانيه لبطوله كاس ملك البحرين بعد انتصاره على الاتحاد باربعه اهداف نظيفه وكان الشوط الاول قد انتهى بتقدم الرفاع بهدف وحيد أعلنت المحكمة الرياضية بإيطاليا إيقاف مدرب نابولي ماوريسيو ساري لمباراتين في كأس إيطاليا بعد المشادة التي دارت بينه وبين مدرب إنتر ميلان روبرتو مانشيني وغرامة 20 ألف يورو أصدرت محكمة إسبانية حكما بحق مدافع برشلونة الأسباني خافير ماسكيرانو بتهمة التهرب الضريبي في قضيتين وقررت سجنه لمدة عام وغرامة مالية قدرها 820000 ألف يورو شكرا اخوي يحيى على قراءه التقرير نبي نعلق على خبرين خبر قطري وخبر بحريني، بالنسبه للخبر القطري طبعا نبارك لانصار الاخويه وعشاق الاخويه فوزهم على السد هذه المباراه طبعا تعتبر مباراه سوبر كانت تسمى كاس السوبر وبعد ذلك تم تغييرها واصبحت بطوله كاس الشيخ جاسم. أه السد كان حامل لقب البطولة الأولى لما كان مدربهم أه حسين عموتة عم أه الآن فقد اللقب أحرز أهداف الأخوية إسماعيل محمد ومشعل الشمري ونام تاي هاي الكوري والسلوفاكي فلاديمير فايس بينما أحرز هدف السد محمد رزاق عبد الله السد يعني استعان بشافي وتوقعنا ان يعني الفريق راح يظهر بصوره افضل لكن تشافي الظاهر مو ماشي يمكن مع مع جاي أنا هو جاي بس يخلص هالسنه يعني صراحة بصراحه اقول لك جاي يعني يخلص هالسنه السنه الجايه يعني على له بس كمل يعني. هو عنده عنده خير ولاعب كبير ولاعب عالمي ولاعب لكن انا اتوقع اللي يهني يعني مثل بعد النجوميه هذه بعد اتوقع ان تكون العروض اللي هي اللي تغري تجلبهم الملاعب القطريه لكن انا في نقطه مهمه يعني يعني هم قاعد يدفعون ويصرفون على الرياضه لكن انا ماني شايف الاستفاده بالنسبه حق الفرق القطريه يعني مثل على مستوى ابطال اسيا على ما قاعد اشوفهم موجودين يعني لاعب بحجم كزافي تهيبه هذا نص فريق بروحه بس ما ادري هل العناصر اللي معاه ما هي مساعدته على اساس لا نظلمها بس انا اتوقع دائما اللاعبين الكبار او حتى في المستقبل اللي راح يجون سمعت حتى براون مره قال انا ما عندي مشكله العب في اني اختم في, في فهم قاعد للدعايه لكن ما قاعد نستمتع فيهم كاسمائهم وك اللي كنا نشوفه كابتن محمد الغريب واحنا نشوف هاللقطات اليوم هذا نهائي كاس سوبر وكما يسمى كاس الشيخ جاسم السد معروف بجماهيريته في الدوحه الاخويه من الفرق اللي محترمه صراحه في الفتره الاخيره عدم الحضور الجماهيري شيء غريب في في قطر صراحه. ابو سعيد انا اقول لك احنا في مره من المرات كنا في معسكرين في قطر كنا نتكلم في الجانب هذا. لاعب مثال مع الفارق لاعبينهم الصغار يصرفون لهم مكافات شهريه ما يقارب 200 دينار كويتي. قاعد نقول لهم 200 دينار حق البراعم احنا مستغربين كان نادي إحنا في فيحيل موجود هناك. قال 200 دينار هذه بالنسبه لراتب الوالد رب الاسره مثلا ولا شيء عنده، الرجال شاري راحته وقاعد مو هدفهم الاساسي كره القدم. الشعب عايش في ترف ال 200 دينار هذه ما يشوفها مثلا شيء كراتب عنده فالمشكله مو هذه المشكله ثقافه نعم شعب شعب قطر ثقافه كره القدم عندها مو اولويه بالنسبه لهم بس لا والله قبل اشوف مباريات انا قديمه والله اشوف حضور السعد العربي صح. ورق هذه كذا منتخب قطر كذا يعني مباراه قاعد اشوفها قبل فتره نعم شوف في حضور جماهيري خاصه يعني بعد ما فازوا بخليج اللي بقطر اول خليجي قاعد اشوف مباريات بس أك... صدق والله العظيم ما في يعني محترفين حتى يمكن مو موعت... ما حد يعرفهم عطنا عطنا ربع لكن الان شيء غريب يعني على هذا لو عندنا احنا بالضبط الملاعب وهالصرف والمحترفين عطني ربع هذا زافي لو الكويت ثلاثة ارباع الكويت يشجعون برشلونه كل لعبه يحضرون له ويجي دوره رمضانيه هنا لا قاعد اقول صارت انا شيء غريب ماكو جمهور نعم. على هالملاعب وعلى هذا اللي اقول حق سعود قاعد يصرفون يعني وما قاعد اشوف مردود بالنسبه للبحرين الرفاع طبعا اليوم الرفاع والمحرق فازوا في في دور 16 لكاس ملك البحرين الرفاع فاز برباعيه نظيفه احرز اهداف عيسى غالب وكميل حسن وعبد الله زايد ومحمد الطيب للصدفه ان ابو عبد الله اليوم جاي من من البحرين والله ما ادري شرحت لهم والله ابو عبد الله يعني اليوم الغياب هم نفس الشيء يعني الرفاع ترى من الفرق اللي لها جمهورها في البحرين هي إيه والمحرق خلينا نكون صريحين لكن هم في البحرين هم غياب جماهيري. البحرين شو شوف ملعبهم ما يشوف ملعبهم ارضيه حلوه المحرق يعني هو صاحب القاعده الجماهيريه الكبيره في البحرين ما ادري والله انا هل الفرع هذا عندهم الجمهور ليش ما يحضر ماني عارف هل المستوى الفني هابط هل تشبع فريق المحرق هو الاكثر فوز بالبطولات في البحرين يعني مثل القادسيه والعربي في الكويت فشيء غريب يعني بطوله كاس حتى بالدوري ترى ما يحضرون يعني ما, ما انت عارف هل الظروف اللي ماثره على الجمهور ام المستوى الخارجي البطولات الخارجيه قاموا يمكن ما يشوفون الفرق يعني ما قاموا ما يستمتعون مثل قبل انا اتوقع يعني هذه يعني في نقطة مهمة اتوقع حتى الجمهور عندنا بالكويت وبالخليج اتوقع ان هم صار تشبع عندهم من الخارج يطالع الدوري الاسباني الايطالي يعني قبل ترى ما كان في نقل ما نقل مثل الحين قنوات بي ان سبورت وكذا هذا يعني ماكو شيء يعكس كقاعدة جماهيرية انت حتى القادسية على الحين قادسية مو ذاك الحضور يعني حتى العربي اللعبة الأخيرة اللي, اللي اثنين اثنين مو ذاك الحضور ما في حضور جماهيري بالخليج لا ابو عبد الله هو انا اتوقع اعلام رياضي انا الامانه أنا اشوف انها اعلام رياضي ما قاعد يسلط الضوء عليها لا اعلام رياضي الكويت السعوديه نفس لا السعوديه استثناء لا لا نفس الشيء كلهم قاعدين يطقون بعض وقاعد هذا ضد هذا هذا معروف بس تعال حق قطر مثلا قطر اعلامهم زينه ما في نجره ما في احنا احنا في اسبانيا نعرف من دش التمرين من طلع من التمرين في حزت دقيقه نفسها احنا اليوم مباراه القادسيه نص نص الكويت ما يدرون بدر الابله ما يلعب وسائل الاعلام الحديثه والاعلام المرئي البي ان القنوات هذه الان لو تلاحظ ولد عمره ست سبع سنوات لابس فنيله نعم ميسي لابس الناس قاعد تروح في امور كثيره تغيرت وانا في اعتقادي انه وايد اثرت نعم. ان تبتي حق الاعلام الاعلام القطري انا ما اشوف لا نجره لا عواش يبون من برا من هذا يتهاوشون وهم قاعدين صح. امورهم طيبه طيب الكادر الخاص بمباريات كاس الملك بالنسبه لدور الثمانيه اذا جاهزه مع الاخوان نذكر فيها الساده المشاهدين طبعا تاهل المحرق راح يلعب مع المنامه بينما البحرين سيلعب مع النجمه، الاهلي سيلعب مع المالكيه والرفاع سيلعب مع الحد، اعتقد اقوى مباراه يمكن الرفاع والحد او الحد من المباريات القويه على اعتبار ان فريقين قاعد يقدموا مستويات طيبه في الفتره الاخيره. عندنا فاصل قصير بعد الفاصل سنعود لمتابعه فقره التحدي مع علي حسن زميلنا علي حسن راح للاعبين نادي السالميه. وكانت المنافسة على أشدها في فقرة التحدي مع لاعبي نادي السالمية بعد الفاصل سنعود <applause> حياكم الله ويانا عدنا لكم من جديد خل نروح حق فقره التحدي وزميلنا علي حسن طبعا هذه الفقره مشكورا لاخوي خالد الخلف نقول شكرا اول شيء عزمنا على العشاء اليوم اكرمك الله يا اخوي خالد ثانيا قاعد يرعى للاسبوع الثالث على التوالي هذه الفقره ويقدم جائزه نقديه للفائز في هذه المسابقه طبعا اخونا خالد صاحب مطاعم تركش تنتوني الله يوفقك يا اخوي خالد واكرمك الله ودعمك لفقرتنا ودعم للرياضه صراحه فنشكرك والله و يغنيك ان شاء الله خل نروح حق هالفقره مع اخونا علي حسن. مشاهدين برنامج 90 دقيقه وفقره التحدي اليوم تحدينا راح يكون بنادي السالميه تحدي البرميل اليوم برميلنا راح ينصاد ولا ما راح ينصاد بالسالمية؟ معاي انا ما انصاد، مع اللاعبين راح نشوف انصاد ولا لا. <applause> راح نبدا مع المحاولات الفردية. <applause> اول لاعب معنا راح يكون احمد ديب. احمد واثق. فاصف فاصف نايف شو تقول؟ اذا جاب واحده راح اطلع عارفوني والله ورا احمد ديب محاولتك الاولى روح شوت بعيدة احمد حيل بعيدة قاعدي آه شلون شايفها؟ صراحة من الحاجة. اول شيء انت بتحطها قدامك لا هي صعبة مو مو سهلة عرفت؟ اول محاولة حق عدي الصيفي روح عدي تم تعطي 500 دينار اكيد أميز. اكيد نايف خمسين مرة ما راح أصدق أصلاً نايف جاهز شوت تلو يا نايف <applause> أوف واخ بعيد يا نايف المجمد شنو قلت شو راح تطقها؟ هذه يطقها من تحت عشان تدش داخل أنا أرضيك يعني وإذا ما دخلت <applause> <أو ده>. جاهز <تصفيق> <تصفيق> روح المحاولة ولا قال لك أوف هو واحد يد ابو بعزز رهيبة خنشو عمر الصانع أول محاولة حقك روح بطل كاس ولا العهد ولا لاعب يحسد برميل هاي الامور ما بتعنينيش انا في الملعب بصراحه انا بهمني احط الكره جوا الجول. الجول بس هي هاي صعبه يعني هي. مش سهله عرفت كيف؟ الرياحي جاهز <applause> جاهز سهالات تقول سهالات الرياحي يورني شو سهالات راحت <applause> الرياح <applause> قبل التصوير 13000 محاوله ما يب عبد الله عيسى اول محاوله روح راهن عليك فيصل ايه ابو عزيز عارف الفنان يعني عارف فيصل يعني جراهن على المسبح المسبح المحاوله الاولى اروح ورش عندك بعيدة باخ بعيدة. بدر زايد راح تسوي ايزي 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 بكل ثقة قاعد تقول يا ايه سهلة يا سلام ورنا الايزي بدر زايد ورنا الايزي المحاوله الاولى حقك بدر قال ايزي انت شو تقول لا ايه انا اقول على على الحظ على ورنا حظك راح يسوي روح بعور، عور روح الاولى واضحه 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 عيسى يقول واضحه روح الاولى لا لا عيسى هذه حيل مو واضحه حيل حيل مو واضحه هذه تمار يو كان اي هوب ورنا الهوب جو وكان اي اي نايف نايف تعال ترجمه تكفى كلمه كلمه شنو يا معود الكويتي زيد اوب, أوب. يروح المحاوله الاولى بعيده صدق ان محمد حمدان راح ياخذ الامي راح يخليكم ال200 محمد حمدان جاهز تقدر ان شاء الله روح ابو حمدان الاولى بعيده محاولات الفرديه انتهت ولا لاعب قدر يكون وسيده البرميل محاولات فرديه. خلونا نشوف المحاولات الزوجيه ايش راح يسوون لاعبي السالميه. <applause> عدي جاهز محاوله واحده روح احمد المحاوله الاولى الزوجيه احمد ديب وعدي وين راح تروح عدي برا المحاوله الزوجيه الثانيه زويد والمجبت روح نايف وين راحت روح أوبا بعيده، روح عمر عمر والرياحي وين راحت عطى الرياحي، عطى حط الفريق اللي حط عندك محاولة مع نايف، بعوض المسبحي، روح المحاولة الأولى وين راحت المسبحي بعيده، روح الأولى زايد وبعيده كناني وين عندك؟ حمدان روح اخر فريق زوج بعيده وين راحت؟ زين انت تلاعبينك انت راضي مستواه انت كابتن فريق راضي والله يعني نص راضي مو راضي عشان تعبانين والله الشباب خلاص ال 200 تبي عمر الصانع عبد الرحمن الرياحي شيخ حبيبي قدمت اميه زياده حق لاعبين مشكوره شيخه ما قصرت شو تقولين حق اللاعبين؟ شو تقولين لهم؟ جود لك ودير انسوا اللي فات وطالعوا اللي قدام وان شاء الله الفوز جايكم ان شاء الله اذا 200 دينار مقدمه تعال مسبحي عطني ال 100 الثانيه الحين بعطيك اياها الرياح 100 دينار الاولى مقدمه من الشيخ حبيبي حق اللاعبين عمر الصان عبد الرحمن الرياح اللي فازوا بالمحاولات الزوجيه هذه ال 100 مالت وهذه الامية الثانية المقدمة له نفرشهم يعقوب انطر حلو وهذه الامية الثانية المقدمة من مطعم تركي ستنتوني حق الفايزين بتحدي البرميل عمر الصانع عبد الرحمن الرياح اليوم فازوا معانا بالجائزة وصادوا البرميل بس بالمحاولات الزوجية الرياح تفضل الرياح شو تقول؟ لا ما يقولها الا كبار بس بالزوجي انا يعني اتحدى الفرق كله بالزوجي <تسخرة في> انا <اليوم> لك من الفرق ايزي ايزي قالو قالوها ايزي مشاهدين برنامج 90 دقيقة انتهت فقرتنا اليوم نادي السالمية عمر الرياحي وعمر الصانع عبد الرحمن الرياحي وعمر الصانع هم اللي البرميل نشوفكم تحدي اخر مشكور اخوي علي، شكر للجهاز الفني والاداري ومجلس اداره السالميه اللي سهلوا لنا المهمه وكلام كبير من عمر الصانع يقول اللعبه يبي لها كبار. يعني تحدي واضح اي هذه إيه. يبي لها كبار قال يبي لها لاعبين كبار اتفق إيه. وياه. احنا نشكر الشيخ حبيبي صراحه يعني مثل هالشخصيه اعتقد كل نادي محتاج لمثل هذه الشخصيه تحضر تدريبات تدعم الفريق تدعم اللاعبين ما قاعد تقصر في في دعم هاللاعبين أه الله يكثر من امثالك شيخه واكرمك الله قويت الفقره صراحه بتقديمك لهديه اضافيه نقولك الله يعطيك الصحه والعافيه شيخ حبيبي وعندكم شيخ خالد وعندكم شيخ فهد احمد الفهد بحشان. نبي شيخه شيخة دلع اللاعبين لا. <applause> عموما ترى ما تقصر الشيخة ما تقصر بس بس حق السالمية اقول كان زين عندنا شي نفسه <سؤال> ان شاء الله إن شاء الله الملعب تشجعهم ان شاء الله اللي موجودين ان شاء الله فيهم الخير والبركه ان شاء الله نروح حق فقرتنا العالميه طبعا اليوم شركه ديتلويت اعلنت عن الانديه الاكثر دخلا في العالم نشوف التقرير التوب 10 وبعد ذلك نعم ابو عبدالله ريالي برشلوني لا ريالي ريالي مبروك على المركز الاول الله يبارك فيك يعطونك نسبه من الله يهنيهم نسبه الله يهنيهم بس احنا نبي بطولات ما نبي فلوس اي الفلوس <applause> ما يخالف خير وبركه <applause> نبي بطولات محمد الله يهنيهم بالفلوس هذه كلها ان شاء الله انت شنو؟ انجازات بس برشلوني انت برشلوني وفواز عتيبي لا مدريدي مدريدي للاسف احنا نشكره بعد زايرنا اليوم فواز عتيبي نرحب فيه وصلنا تقريبا للختام بس نذكر بابرز ما في جريده الانباء والراي اللي هم يعني بصراحه قاعد يتواصلون معنا صراحه ويزودونا بالعدد قبل لا ينزل الى الاسواق حتى نتعرف على ابرز اخبارهم. نبدا بجريدة الانباء اعتقد مع الاخوان او الانباء بالفعل في تصريح للسيد احمد الشاركي. بعيسة العم بوعيسة يقول ملعب اليرموك سيجهز في سبتمبر تفاصيل اكثر في جريده الانباء عدد اليوم الجمعه بالنسبه للراي في خبر مهم كاتبين او تصريح للدكتور محمود فليطح لما يخشى الشيخ طلال الفهد اللجوء الى القضاء ان كان على حق هذا طبعا رد الدكتور محمود فليطح على بيان الدكتور الشيخ طلال الفهد ليش ما يلجا الشيخ طلال الى القضاء ابو عبد الله؟ هم اللي للقضاء الشيخ طلال اللي هو صاحب حق جاء القضاء تلجا انت حق اي قضاء القضاء اللي ما اللي ما ما لا ما يصير دعاهم الشيخ طلال الكاس ليش ما, ما راح؟ انت غزك القضاء الرياضي طبعا يعني هو اللي رياضي جاء محكمة المحليه انت, انت بتوقف اتحاد شنو؟ رياضي مو تجاري عدل شكو انت تروح انت عندك محكمه الكاس الرياضيه الجا المحكمه المحليه شو اللي الجا لا هم خلجون للكاس ليش؟ طيب وصلنا الختام في خبر ايضا في جريده الراي لاخونا حسن موسى يقول فيه بان صفقه انتقال اللاعب الجامبي الى العربي قد لا تتم تفاصيل اكثر في في موضوع اخونا حسن موسى في جريده الراي بشكل سريع بشكل سريع بالنسبه للرياضه المتوقفة الحين الرياضه الشيخ طلال قال لهم عندكم قرارين اما تاجيل القرار هذا, اللي اللي قانون. هذا القانون القانون او انه تكنسلونه يا اخي الحين انا كحكومة يعني حرام الجيل هذا احنا ما نبي نقول والله مع الشيخ ولا مع الحكومه لا لا اتكلم عن الجيل هذا الشباب لا ان شاء الله ان شاء الله راح أتمنى اليوم في, أتمنى في اجتماع إيه اتمنى اتمنى على الاقل تاجيل لا أجل تأج وارفع والعب العب وبعدين انا اتفاهم ان شاء الله اليوم في في اجتماع وقت حكومي في, في في جنيف ابو إيه الله إيه؟ ان شاء الله ان شاء الله نسمع اخبار طيب ان شاء الله ما يكون اختلاف بس مو على مصلحه لا. الكويت لا ان شاء الله ان شاء الله كل همة مصلحه الكويت ومصلحه الرياضه وصلنا الختام الشكر للكابتن محسن غانم الشكر للكابتن أه محمد العزب أه ولضيفك ايضا فواز عتيبي شكرا دير أندير, اندير آه آه سابلي آه فروج سلسله آه صالونات نجمه القرين نلقاكم ان شاء الله يوم السبت الى اللقاء